بسم الله، اهلا بكم في فيديو جديد. حلقة النهاردة ان شاء الله هتكون عن كيفية تكوين جملة انجليزية سليمة وقوية. مش كل مرة لازم الجملة بس تتكون من فاعل، فعل مفعول، subject، verb، object او full meaning. عاوزين نكون جملة انجليزية قوية. يلا نبدأ. please اللي لسه ما اشتركش في القناة سبسكرايب وفعل زر الجرس واختار all او كل. عاوز اقول لكم يا جماعة درس النهاردة محتاج شوية تركيز، فيلا ما نضيعش وقت وهنبدأ مع بعض بقراءة ثلاث جمل. نمبر 1، احمد was reading poetry yesterday at 10 PM. يعني احمد كان يقرأ الشعر بالامس الساعة 10 مساء. احمد was reading poetry yesterday at 10 PM. نمبر 2، reading poetry makes me happy. Reading poetry makes me happy. يعني قراءة الشعر تجعلني سعيدا. And number 3, reading poetry, أحمد was excited. Reading poetry, أحمد was excited. أثناء قراءة الشعر شعر أحمد بالسعادة والإثارة. ها، ماذا لاحظت؟ كلمة reading تكررت في الثلاث جمل. كلمة reading اتكررت معانا في الثلاث جمل. معلش اعذروني، ممكن اتكلم النهاردة شوية باللغة العربية لان اخواننا في بعض الدول العربية خارج مصر مش بيفهموا اللهجة المصرية. كلمة reading في الجملة الاولى كلنا عارفين انها فعل، was reading، كان يقرأ. اما reading في الجملة الثانية، هل هي فعل؟ a verb. كلمة reading في الجملة دي إلى حد كبير تشبه المبتدأ في اللغة العربية. لو ترجمنا الجملة دي هنقول قراءة الشعر تجعلني سعيدا. لاحظتوا أنا قلت قراءة الشعر وليس يقرأ. كلمة قراءة اسم وليس فعل. إذن كلمة reading في هذه الجملة تشبه المبتدأ في اللغة العربية. في اللغة الإنجليزية بنسميها gerund، والgerund إما هيجي subject فاعل أو object مفعول. طبعا في الجملة دي reading هنا هي الفاعل. طب فين الفاعل؟ makes reading poetry makes me happy. إذن الجملة كاملة وصحيحة. كده احنا شفنا reading كفاعل a subject، واحنا اتفقنا الgerund إما هيجي فاعل subject أو مفعول به object. طيب امتى هنشوفه object؟ نشوف الاكزامبل ده مع بعض. I enjoy reading. I enjoy reading. أنا أستمتع. أستمتع بإيه؟ بالقراءة. I enjoy reading. I فاعل subject. Enjoy verb هي الفعل. And reading object مفعول به، والجملة سليمة فيها full meaning. كلمة reading هنا بنسميها gerund. إذن احنا شفنا reading في الاكزامبل نمبر 1 as a verb was reading، وشفناها في الاكزامبل الثاني as a gerund وكانت فاعل، وشفناها كمان gerund مفعول به. طيب نشوف بقى الجملة الثالثة ونشوف reading فيها وظيفتها ايه. كلمة reading في الجملة الثالثة reading poetry احمد was excited، هل هي الverb الفعل؟ والفعل هو الاكشن، الحاجة اللي بتحصل أو اللي بتتعمل، ولا هل هي زي الإكزامبل التاني الفاعل يعني الجيرند؟ الفاعل هو اللي بيقوم بالفعل. هل reading poetry هو ده الفاعل اللي بيقوم بالفعل، ولا هي مفعول به زي I enjoy reading؟ للأسف هي ولا حاجة من التلاتة دول. وظيفتها إيه في الجملة دي واسمها إيه؟ ده اللي إحنا عاوزين نعرفه. أولا reading poetry ده بنسميه participial phrase. A participial phrase. بليز يا جماعة ما تتخضوش من المسميات دي، كل حاجة ان شاء الله هتلاقوها بسيطة وسهلة، بس ركزوا معايا. إذن reading بنسميها a participial phrase أو a modifier. يعني إيه participial؟ هقولك تعالوا نشوف الفعل to read إزاي بنصرف الفعل ده. How to conjugate the verb to read. Conjugate يصرف. معلش هي كلها مجرد أسماء. إزاي نصرف الverb to read؟ read ده الـ present simple أو الـ infinitive. read read الماضي the simple past أو the past simple الاثنين صح. و number 3 the past participle read.
past participle. ده في العربي بنسميه التصريف الثالث. هنضيف عليهم تصريف رابع وهو reading. Reading. وهنسميه the present participle. The present participle. So عندي من فعل read أو أي فعل عندنا past participle و present participle. لما أضفنا poetry لكلمة reading أصبح عندي الفريز reading poetry. ده سميناه a participial phrase. Participial من participle. وكمان نقدر نسميها a modifier. معلش اعرفوا التسمية دي وهنعرف دلوقتي هي وظيفتها ايه. طيب عرفنا الاسم، ايه وظيفته في الجملة؟ reading poetry وظيفتها ايه في الجملة؟ وظيفة الparticipial phrase او المودفاير انه بيدي more information، بيدي معلومات زيادة عن مين؟ عن السبجكت، عن فاعل الجملة. فاعل الجملة اللي هو اصلا لسه ما جاش، احنا لسه ما عرفناش مين فاعل الجملة. لو قرينا بقية الجملة احمد was excited، دي جملة كاملة، فاعل احمد subject والverb was الفعل واكسايتد adjective جملة كاملة full meaning. إذن الجزء ده reading poetry اللي سميناه participial phrase أو modifier. modify يعني يصف. إذن المودفاير يصف، يصف مين أو هيديني معلومات إضافية عن مين؟ عن فاعل الجملة. بالضبط كأنه صفة، كأنه adjective. adjective تصف مين؟ فاعل الجملة. هنا بقى نسأل نفسنا مين هو اللي reading poetry؟ أحمد. أحمد was excited. reading poetry أحمد was excited. reading poetry ادتني معلومات زيادة عن أحمد الفاعل. والمفروض إن الجزء ده اللي هو reading poetry بيأتي as close as possible، يعني قريب جدا. قريب جدا من مين؟ من السبجكت أو الفاعل. which subject؟ the subject which the modifier modifies، يعني اللي أنا بدي معلومات إضافية عنه. reading poetry أحمد، مفيش بينهم أي فواصل، مفيش بينهم كلمات، في بس كومة علشان الجملة تبقى منظمة. إذن بما إن الفاعل جه عندي بعد الparticipial phrase أو المودفاير، يبقى المودفاير ده عندي موجود في مكانه الصحيح، بنقول عليه placed correctly، يعني الجملة دي سليمة 100%. نشوف بقى another example، وفي الحالة دي هيكون المودفاير مش في مكانه الصحيح وبنسميه misplaced modifier. في الحالة الأولى قلنا placed correctly، هنا هو misplaced يعني مش في مكانه الصحيح، يعني مش as close as possible to the subject. excited about the trip the bus was boarded by the campers. أساس الجملة the campers boarded the bus، يعني الناس اللي رايحين يعملوا معسكرات ركبوا الأتوبيس. the campers the subject ده الفاعل، boarded الverb أو الفعل، the bus object أو مفعول. complete sentence full meaning. لكن الجملة اللي عندي excited about the trip the bus was boarded by the campers. excited about the trip يعني كانوا سعداء جدا بسبب الرحلة. excited about the trip، ليه أضفنا الجزء ده في بداية الجملة؟ هنسميه ايه؟ وظيفته ايه في الجملة؟ فايدته ايه؟ تعال نشوف كلمة excited أصلها ايه. excite excited excited. اتفقنا من شوية ان التصريف الثالث اللي هو في الحالة دي excited بنسميه past participle. لما أضفنا about the trip لexcited أصبح عندنا phrase هنسميه a participial phrase أو modifier. يعني هنا كمان عندنا a participial phrase بس بالpast participle. فاكرين reading poetry كان عندي a participial phrase بس باستخدام the present participle. إذن الpast participle والpresent participle الاثنين ممكن أستخدمهم لتكوين a participial phrase بإضافة بعض الكلمات. واتفقنا الparticipial phrase أو المودفاير بيدي more information أو معلومات زيادة عن مين؟ عن السبجكت الفاعل. والجزء ده بيجي as close as possible، يعني قريب جدا من مين؟ من السبجكت الفاعل. نسأل نفسنا
هل excited about the trip في الجملة دي بتدي more information عن الفاعل؟ فين الفاعل في الجملة؟ هل excited about the trip بتدي more information عن الباص؟ هل الباص هو الفاعل؟ هل الباص هو اللي excited؟ طبعا لا، طبعا ده خطأ. إذن الجملة غير صحيحة. مرة تانية اسأل نفسك، مين اللي excited about the trip؟ مين اللي كان فرحان جدا بخصوص الرحلة؟ أكيد مش الباص. إذن excited about the trip أقدر أسميها a misplaced modifier، يعني الموديفاير في المكان الخطأ. إذن إزاي نصحح الجملة دي؟ كيف نصحح هذه الجملة؟ ببساطة هنضع الفاعل في مكانه الصحيح، يعني as close as possible to the modifier. ها، تقدر تقول الجملة دي صح؟ حاول، give it a try. Excited about the trip. أيوة، the campers. فاكرين قلنا أن أصل الجملة the campers boarded the bus. إذن excited about the trip وما ننساش الكومة the campers boarded the bus. إذن الموديفاير كده في مكانه الصحيح والسبجكت في مكانه الصحيح، إذن الجملة سليمة. ملحوظة مهمة جدا، لو الموديفاير في البداية زي ما شفنا دلوقتي لازم يكون بعده كومة. هل الموديفاير ممكن يجي في وسط الجملة؟ أيوة، وهيكون قبله كومة وبعده كومة. طيب وهل ممكن يجي في النهاية؟ أيوة ممكن، وهيكون قبله كومة. كده احنا شفنا الموديفاير بالباست بارتيسيبل بس with a regular verb، يعني بإضافة ED. تعالوا دلوقتي نشوف موديفاير بالباست بارتيسيبل برضو بس مع irregular verb، يعني without ED. Born in Alex، أحمد found it easy to go to the beach in the summer. تاني، أساس الجملة هو أحمد found it easy to go to the beach in the summer. طيب ايه وظيفة الجزء اللي في الاول ده؟ born in Alex. الجزء ده طبعا هنقدر نسميه a participial phrase. الverb born من bear، bore، born يعني يلد، واقدر برضو اسميه a modifier. modifier يعني بالضبط زي الصفة، يعني بيدي more information عن الفاعل، الفاعل اللي بيجي قريب جدا من الموديفاير او الparticipial phrase. هل الفاعل هنا as close as possible to the modifier؟ فين الفاعل؟ Where's the subject؟ نسأل نفسنا Who was born in Alex؟ أكيد أحمد. إذن الجزء ده فعلا born in Alex بيصف أحمد، وأحمد موجود بالضبط بعد الموديفاير، بينهم بس كومة، يبقى الموديفاير في مكانه الصحيح والفاعل في مكانه الصحيح، إذن الجملة دي جملة سليمة. تعالوا دلوقتي نشوف الموديفاير أو الparticipial phrase عندما يقع في وسط الجملة. For example, the man leading the hike made a wrong turn. The man leading the hike made a wrong turn. يعني الرجل الذي كان يقود الهايك أخذ منعطف خاطئ. لاحظ أنا ممكن أقول the man made a wrong turn. The man made a wrong turn، وهنا الجملة سليمة. عندي فاعل the man made الفعل أو الverb a wrong turn full meaning، بس برضو الجملة مازالت جملة بسيطة، فاعل وفعل وfull meaning. ليه أضفنا الجزء ده leading the hike؟ leading the hike وقبله كومة وبعده كومة. اوعى حد يفكر ان leading is a verb. خلاص اتفقنا ان فعل الجملة هو made a wrong turn. leading is not a verb. اما leading the hike اساسها who was leading the hike، the man who was leading the hike. حذفنا who وحذفنا كمان was، وتبقى عندنا leading the hike. وبعد ما كان عندي relative close، فاكرين who was leading the hike ده أقدر أسميه relative clause أو adjective clause. بعد حذف who was اتبقى عندي leading the hike، وهنسميه أيوة a participial phrase أو a modifier باستخدام ال present participle، زي المثال اللي أخدناه في بداية الحلقة reading poetry.
والparticipial phrase اتفقنا ان احنا هنسميه a modifier. A modifier تاني يعني بيدي more information عن السبجكت. السبجكت هيجي فين؟ as close as possible to the participial phrase. The man leading the hike. الموديفاير بيدي more information. ممكن نعتبره صفة، اعتبروه adjective، بس الادجكتيف عادة بتبقى كلمة واحدة. هو لا، بيتكون من أكتر من كلمة، a phrase. إذن الparticipial phrase اللي أقدر أسميه modifier leading the hike موجود في مكانه الصح، والسبجكت the man موجود في مكانه السليم، يبقى الجملة دي سليمة. The man leading the hike made a wrong turn. ولاحظ هنا الparticipial phrase موجودة between two commas، قبلها كومة وبعدها كومة، علشان موجودة في وسط الجملة. تعالوا بقى نشوف example على الموديفاير أو الparticipal phrase في نهاية الجملة. London freeways are always crowded by cars, comma, contributing to the traffic jam in the city. London freeways are always crowded by cars. يعني طرق لندن دائما ما تكون مزدحمة بالسيارات. Contributing to the traffic jam in the city. وده بيساهم في الاحتقان المروري أو الزحام المروري في المدينة. أساس الجملة هو London freeways are always crowded by cars. هنا عندي جملة كاملة. Complete sentence. ما وظيفة الجزء contributing to the traffic jam in the city؟ contributing طبعا مأخوذة من الفعل to contribute، يساهم فيه. ولاحظ الجزء ده مسبوق بكومة، قبله كومة. الجزء ده contributing to the traffic jam in the city اتفقنا هنسميه a participial phrase أو a modifier، يعني بيدي more information عن مين؟ عن الفاعل. نسأل نفسنا مين اللي contributing to the traffic jam in the city؟ مين اللي بيسبب الزحمة في المدينة؟ ها؟ The cars. مظبوط. شايفين؟ زي ما اتفقنا ال participial phrase يأتي as close as possible، في أقرب مكان من الفاعل أو السبجكت اللي الموديفاير modifies. إذن أنا عندي جملة سليمة والparticipial phrase لأنه موجود في نهاية الجملة أضفنا قبله كومة. نلخص كل اللي قلناه في كلمتين. اتفقنا أننا ممكن نستخدم الparticipial phrase أو الموديفاير علشان يساعدنا أن احنا نكون جملة إنجليزية قوية. الparticipial phrase بيتكون إما باستخدام الpast participle أو الpresent participle، وممكن يجي إما في بداية الجملة وبيكون بعد كومة، أو في وسط الجملة قبله وبعده كومة، أو في نهاية الجملة وقبله كومة، وشرط إن لازم السبجكت يكون as close as possible to the participial phrase أو الموديفاير. الموديفاير اللي بيضيف معلومات أكتر أو اللي بيديني more information عن السبجكت، كأنه adjective، كأنه صفة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بليز ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. شكراً.